بجد الترحيب بكل حضراتكم، كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان. بالتأكيد أنه في الساعات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 واتخاذ كل الاستعدادات قبل انطلاق فعاليات حفل الافتتاح، بتحبس الحقيقة قوات الأمن والحكومة الفرنسية أنفاسها في هذه الساعات الأخيرة، وخصوصا بعد نشر العديد من مقاطع الفيديو وظهر من خلالها بعض الأعمال التخريبية. تحبس الحكومة الفرنسية وقوات الأمن أنفاسها قبل ساعات من بدء افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، وتم نشر عدد من تسجيلات الفيديو التي تعكس الوضع التي تعيش فرنسا بعد الأعمال التخريبية التي أدت لتوقف وشل شبكة القطارات الوطنية الفرنسية في الوقت الحالي وقبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. نددت شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية صباح اليوم الجمعة بالهجوم الذي يهدف إلى شل شبكة القطارات فائقة السرعة، وأوضح رئيس الشركة أن الحادث الذي سيتسبب في اضطراب طوال عطلة نهاية الأسبوع هذا يؤثر على 800 ألف مسافر، كما أن الحرائق أثرت بالفعل على 500 كابل كهربائي. كل هذا في اليوم الذي يقام فيه حفل الافتتاح للمرة الأولى بعيدا عن الملعب، يقام حفل الافتتاح على ضفاف نهر السن، ومع انتظار آلاف الزوار ليشهدوا الروعة على ضفاف نهر السن، تقف حكومة فرنسا في حالة تأهب قصوى لمكافحة الإرهاب، وجدت نفسها تواجه بالفعل المشاكل الأولى. هذا وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية تم إشعال الحرائق عمدا لإلحاق الضرر بالمنشآت، ومن المتوقع أن تتأثر حركة المرور بشدة على الأقل حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع. وتم حث جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم، وإلى أن تمت إشارة إلى أن الإصلاحات جارية الآن، لكن حركة المرور بالتأكيد أنها تتأثر بشدة. وتسببت أعمال التخريب في اندلاع ثلاثة حرائق بالقرب من القضبان على خطوط المحيط الأطلسي والشمال والشرق، مما أثر بشكل خطير على حركة السكك الحديدية وأدى إلى تأخيرات كبيرة. وأعلنت شركة السكك الحديدية نفسها بعد هجوم واسع نطاق لشل الشبكة، ودعت المسافرين لتأجيل رحلتهم. كل هذا كما ذكرت مع حضرتكم في الساعات الأخيرة قبل انطلاق فعاليات حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والاستعدادات التي يتم اتخاذها في الوقت الراهن، ومع استعداد أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو اليوم لاستقبال عدد من الرؤساء والملوك والسياسيين والذين أكدوا تواجدهم اليوم في فعاليات حفل الافتتاح. اليوم ملك اسبانيا موجود في حفل الافتتاح، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن أكدت حضورها اليوم، هذا بعد أيام قليلة من انسحاب زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل. العديد من الشخصيات الهامة التي أكدت حضورها اليوم في فعاليات الافتتاح لأولمبياد باريس 2024، طبعا هذا الحدث الأهم، وهذا الحدث اللي بيترقبه كل الأنظار بتتجه اليوم لفرنسا لمتابعة فعاليات حفل الافتتاح والذي يشهد مشاركة عربية واسعة. كانت هذه أبرز التفاصيل بالحرائق وعدد من مقاطع الفيديو التي تم نشرها اليوم لأعمال التخريب التي شهدتها فرنسا قبل ساعات بسيطة من انطلاق فعاليات حفل الافتتاح الذي تنطلق في 8:30 مساء اليوم. شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.